ليش جالسيت هذا ولي يكون في الدار وما عندوش العتاد يخدم غير بهذا الليكزارسيس مولي واش يحب يحب لي ريبيتيسيون تقدر دير له العدات بزاف تدير له 15 12 حس يعني العضله تاعك تزيرت وبوكو بلوس كاين واحد اخرين اللي يكون يكون افونسي يقدر واش يزيد ما يزيدش البوا حتى كيما نقولوا حنايا الميسكل تاعو ولا يدير فيه بليسير يعني اصابه واش يدير يزيد البوا حتى كيما نقولوا حنا خدم بالديسك لقاها بلي ما حسيت لهاش ما حسيت لهاش واش يزيد يزيد لها 5 كيلو ولا 10 كيلو ما يديرش الاوزان ثقيله كيما واحد المحترف ولا يخدم قيسو وقيس المواليد عضله السمانه حساسه شويه تحب يعني انسان اللي يكون معاها باسيون يعني عندك شويه باسيونس عندك باسيونس قدما تافونسي سي سا المهم انا درت لكم اللي التمارين تاع لي تاع تاع السمانه وكيفاش يخدموهم كاين رياضي يخدمهم خطره في السمانه ولا رياضيات تخدمهم خطره في السوان واش الكونسي نعطيه لهم كل ما يدخلوا للصاله سواء قبل الحصه الرياضيه تاعهم راح يقول اكتاف ولا ذراع واش يدير يا قبل لا سيونس تاعو يدي مدتهم له ولا يديرهم فان سيونس يعني يدير بعد الكارديو ولا يديرهم يديرهم ثلاث خطرات يديرهم بالسبت ثلاثه والخميس باش يافونسي ما تقدرش المولي تخدمه خطره في السمان تلقى فيه النتيجه ستاميسك ريزيستون هو كيما نقولوا حنايا العضله السماني هي كون ما عندناش العضله ما خلقناش ربي سبحان الله عضله تاع السمانه لي جون ريزيستي وعلى تلقاو كون تشوفوا زعما ديروا طلافاي فورسي ولا تمشي بزاف قال لي مولي تاعك يوجعوك شويه بصح لي جون بيوجعوا بزاف بوكو بلوس علاه باسكو العضله تاع السمانه اللي خلقها لنا ربي ريزيستون يعني العضله تاع السمانه ريزيستي بزاف تما بوكو بلوس واش نديرو حنايا لي زيكزارسيس هادو ثلاث خطرات في السمانه ماشي خطره تخدم غير لي جون تاعك تخدمها خطره في السمانه والسمانه تمرنها ثلاث مرات في الاسبوع باش تلقاها تافونسي فيها هذه هي ندولو دوكا التمارين هاي الياس التمارين تاع البطن راح يكونوا دني هذيك هكا ما تقيتنا الياس راح مليها هكا نخدموا دوكا لي زيكزارسيس تاع البطن يعني مدوهون هنا يعني اسفل الصرة هنايا الكونساي اللي نمدوه لهم يديروا التمرين هذا سهل بزاف واش يدير يدير يديه تحت ليفا كسل يديك بيا واش دير هبط هبط لتحت هنا كي يقعدوا صلى طلع واحد زوج ثلاثة أربعة حق خمسة ستة ثمانية تسعة عشرة احداش اثناش ثلاثاش اربعتاش خمستاش باش يحس بالضغط مليح واش يدير يونشيني معاه موفمون واحد اخر طلع شويه رجلك الياس هنا دير يدك هنا 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 اطلع هنا هاي راح واحد زوج أربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة احداش اثناش سيبو دوكا الرياضي اللي ما يقدرش لهذا الموفمو نوريكم موفمو واحد اخر سهل عليه اسمح لي تشوفه شوفوا الموفمو كيفاش يكون هو كان يخدم هكا يا اخي هاولي كان يخدم هكا حنا واش نديرو الا كان رياضي جديد واش يدير يشد يده هنا بيان واش يدير هنا ها واحد زوج ثلاثة أربعة ستة اوكي تما يونشيني هاد لي دو موفمون يكون باش علاه على حنا دائما لي زيكزارسيس تاع البطن ولا حاجه نونشينيوهم الانسان يكون في الدهون ولا يحب يافونسي في لافورم تاعو ويدور الدم تاعو بيان ماشي يخدم سي يونشيني دائما دو اكزارسيس علاه باش يبروغريسي في الميسكل تاعو هنايا دو اكزارسيس هادو كيفاش نخدموهم تخدم لواني فيه 15 حتى ل 20 كل واحد واش فيه 15 دوزيام اكزارسيس كيف فيه 15 ريبيتيسيون تعاود العده تاعهم 6 مرات 6 مرات
ومن بعد تيقول شنو هذاك الموفمون الاول لا في جومب لي زابدو يعني من تحت السفليين ولا الاكرازمو هذاك حيقيسهم لك تما نتايا باش بوكو بلوس تقيس كاع العضله تاع 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 وشنو ثاني حاجه اخرى باش ما نكذبوش على الناس والناس تعرف العبسه ماشي تخدم وي وشيكولا واللي تشيز وهاد الصوالح هادو اللي الماكولات سريعه ومن بعد زعما تروح تخدم على البطن باش يبانوا لي نو الحميه الغذائيه اولا والكارديو ومن بعد التمارين باش تضافونسي في لافورم تاعك باسكو كاين بزاف الناس يقول لك انا ناكل ومن بعد نروح نحرق خمم دائما على لي زورغان تاعك على الاحشاء تاعك تما قد ما الانسان ما يشوفش روحو كيفاش راهو في الوجه دائما خمم على الداخل واش كاين على بالك واش كاين كاين فوا كاين ليرانيا كاين بزاف صوالح تما بوكو بلوس انت كي تخدم خمم دائما على صحتك من الداخل وهادو الماكولات سن الى حب ياكل حاجه ياكلها خطره في السمانه خطره في العشر ايام يدير شي تميل ولا وجبه غش سيب ماشي تروح كل يوم تاكل لي كاين عباد يجون هنا للصال ياكل كل يوم السكريات ما يقول لك لي زابدو ما خرجوليش علاش نو ماشي صحك تخدم هنا في الصاله وتتعب صحك تتعب صح تروح للدار تاكل شويه لي كالوري سيب الدار او جديد ماصي نخدموا دوزيام اكزرسيس نخدموا دوكا دو اكزرسيس تاع جوانب تاع رجلين قعد سير كوتي هنا بوكو بلو الناس باش تفهم حنا راح نخدموا هنايا نقيسوا العضله هذه جانبيه ليزوبليك هذا ما ننسى مليح بزاف هذا التمرين وشغل هذا ستريتشين العضله تاعك تكسلها اخدم طلع هاك طلع مليح لعندي زوج شو ثلاثه اربعه سته سبعة ثمانية عشرة حداش اثناش اربعتاش خمستاش كوتي غوش شوف تعاود الدور هاي والله شوفوا يديه كيفاش يكونوا هنايا طالع ماشي هنا راقد لي نو هاكا هاكا على الكوع تاعو باش علاه يكون اكرازمو باش الحوض تقعد هنا شوفوا هو الحوض تاعو راه مكسل شوفوا ما ماشي يحس تاع البلاصه هذه كي يطلع شوفوا هنايا كيفاش الحوض تاعو يتعوج تما هنايا يطيح الضغط على العضله هذه واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة زيد خمسة واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة دوزيام موفمون منو من أوبليك هنايا يعني جديد ولا جديدة تخدم هنايا بصح دير روتاسيون بيان لداخل تدخل لداخل شوف هنايا إكراز مون داخل زيد كي تحسب غوش تحسبها واحد كي تحكم دو غوش والضروة تحسبها واحد هاكا زيد ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة راس كي يكون طالعة ماشي هاكا وتخدم هاكا خدم شوف هنايا يكون شوية مرفود علاه باش نزيدو نربحو هنايا تحس بالضغط شوية هنايا شوف ما تحسش هنا بالسطر والو تما بوكو بوكو بليس تما تخدم هنايا زيد زيد سي بون هذه هي عندنا جبنا لاف جومب قصنا السفليين دوكا من بعد قصنا الوسط ومن بعد دوكا عندنا الجوانب ولا الموفمون هذايا اللي يكون افونسي يقدر يخدمو هكا يعني متقدم واش يخدم هنا ها يجيب حاجه منا يعاود يرجع حاجه منا يعاود يرجعها منا واللي يكون جديد يخدم كيما ماصي هذه هي بون كما نقولوا المعلومات اكزرسيس كم يكونوش بالتقلق حاجه واحده تركيز لازم يكون توافق مع العصبي واش معناها معناتها العضله تاعك انت تخدم فيها زعما كما كنا نخدموا دوكا لازم تبرونشيها مع مخك الله صال ما على بالوش شو يدير بور فيكي يخدم تلقاه يقصر نو ابرو تاعك وروح للدار قصر مع صاحبك
ولا روح شوف واش دير شغلك. بصح حتى فيهم تركيز ما حتى افونسي. ليسونسيال ان شاء الله تكون عجبتكم الحصه وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك كوتش امين على كل هذه المعلومات والوصول لكل من ماسي وإلياس أيضا على هذه التمارين الصباحية لكم مشاهدين من خلال فقرة الرياضة والتي تعودتم عليها بالتأكيد كل جمعة مع الكوتش أمجاربة. والموضوع هذا الصباح كان حول تمارين عضلة السمانة.